مشاهدينا الكرام، فننتقل بحضراتكم إلى تقرير عن جهود أمانة العاصمة المقدسة، نتابع جميعا. كما هو معلوم حفظ الله هذه البلاد المقدسة وخصها بالحرمين وخدمة ضيوف الرحمن، ولا شك أنه الأمانة بتقوم بخدمات جليلة بتوجيهات من معالي وزير الشؤون البلدية والقرية المكلف ومتابعة معالي من العاصمة المقدسة والإشراف المباشر من سعادة وكيل الخدمات، حيث تقوم الإدارة العامة للنظافة سنويا بمتابعة أعمال الحج. مثلا بعد موسم الحج يتم مراجعة الخطط ويتم بناء على الملاحظات الواردة والبلاغات التي وردت، فيتم تحليلها لكسب الدروس المستفادة وبالتالي تعديل الخطط وتنقيحها لتطويرها وتلافي الملاحظات السابقة، كما يتم عمل تجارب فرضية إضافة إلى بداية تجهيز المشاعر المقدسة من بداية شهر شوال، يتم تجهيزها بالكامل، مشعر عرفات ومشعر منى ومشعر مزدلفة. طبعا في هذا العام تم تقسيم العمال والمعدات بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية. كما هو معلوم أنه إحنا في أيام الموسم خصوصا موسم الحج بنخدم 3 مدن، المنطقة المركزية ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبظروف استثنائية لحج هذا العام، يعني يعتبر حج استثنائي للحماية والحفاظ على أمن وصحة وسلامة الحجاج، تم أخذ الاحترازات والاحتياطات اللازمة للجميع بحيث أنه نراعي جميع البروتوكولات الخاصة بجائحة كورونا. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين وجميع الكرة الأرضية. الخطة الاستراتيجية في النظافة بالمشاعر المقدسة تعتمد على التخزين المؤقت للنفايات في أيام الذروة في مخازن النفايات الأرضية والصناديق الضاغطة، والحمد لله متوفر لدينا 138 مخزن أرضي وأكثر من 1100 صندوق ضاغط توزع حسب الخطة التشغيلية، إضافة إلى وجود أكثر من 13500 عامل ومراقب ومشرف وسائق و912 معدة متنوعة ما بين سيارات ضاغطة أو مكانس آلية متنوعة أو سيارات غسيل أرصفة وغسيل الحاويات إلى آخره. طبعا الخدمات الأساسية التي تقدمها الإدارة العامة للنظافة هي التقاط المبعثرات والكنس اليدوي والآلي للشوارع وتفريغ الحاويات وغسيلها وغسيل الأرصفة ونقل المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر والمخلفات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى تشغيل الصناديق الضاغطة والمخازن النفايات الأرضية في المشاعر ومكة.